قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله عز وجل خلقنا لعبادته، فالعبادة هي أصل التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدوني ويخلصوا العبادة لي. فالواجب على كل مسلم أن يحقق معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا ندعو إلا الله، ولا نخضع ولا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نذبح متقربين إلا إلى الله، ولا ننذر إلا لله. وهكذا جميع العبادات خالصة لله تعالى، وغير الله لا يملك شيئا أبدا. توحيد الله إخلاص العبادة لله،